Hello, grade 7. We started chapter 2, nutritive needs of plants. And activity 1, nutritive needs of chlorophyllic plants. On your book, page 32, 33. The objective of this activity is to identify that chlorophyllic plants require water, dissolved minerals, carbon dioxide, and light. فإذا الهدف اللي بدي أوصل له بآخر هيدا الأكتيفيتي أعرف إنه الكلوروفيليك بلانتس بحاجة لمي لمينرالز لأملاح معدنية لكربون دايوكسيد and light ولضوء لحتى يكبروا. Plants are living things which grow and reproduce. They need nutrition. فإذا النباتات هن كائنات حية مثل الإنسان والحيوانات بيكبروا وبيتكاثروا وبحاجة لغذاء. What are their nutritive needs? ما هي حاجاتهم الغذائية؟ حنشوفهم هلأ بهيدا التشابتر. حنبلش in activity 1. The nutritive needs of chlorophyllic plants. شو يعني chlorophyllic plants؟ Chlorophyllic plants هن ال green plants that contains chlorophyll that is a green pigment. فإذا chlorophyllic plants هن green plants يعني النباتات الخضراء اللي بيحتووا على مادة الكلوروفيل اللي هو pigment بيعطي النبتة اللون الأخضر والكلوروفيل موجود بالخلايا النباتات تحديدا بالورق بقلب كيس اسمه الكلوروبلاست. هالكلوروبلاست بقلبهم في الكلوروفيل اللي هو مثل ما قلت لكم بيعطي للنبتة اللون الأخضر وبيلعب دور بالفوتوسينثيسز اللي بعدين حنشوفها ان شاء الله بان اكتيفيتي 3 بالاكتيفيتي 3. فاذا الكلوروفيليك بلانتس هن الجرين بلانتس النباتات الخضراء. حنبلش هلا ندرس ذا امبورتنس اوف ووتر اهميه المي لنمو النباتات الخضراء. Water is the source of life on our planet. But do green plants need water? Thus, in order to determine whether water is indispensable for survival of green plants, we conduct experiments A and B. قبل ما اشوف الاكسبيرمنتس هحل هودي الأسئلة مجموعة أسئلة. Pick out بذكركم pick out يعني استخرج بدي استخرج من هيدا المقطع. أول شيء بدي استخرج the pose the problem. Pose the problem يعني هو الكويشن يعني المسألة المطروحة يعني بدي فتش بالنص على interrogative sentence that ends with question mark. بدي فتش على سؤال أو جملة بتنتهي بعلامة استفهام جملة استفهامية. بجي للنص بفتش عليها. So do green plants need water؟ هل النباتات الخضراء بتحتاج لمي؟ فإذا هيدا اسمه pose the problem المسألة المطروحة. كمان pick out بعدني بال1 يعني عم بدي استخرج the objective. Objective يعني الهدف. ليش عم بعمل هيدا الاكسبيريمنت؟ كمان لأعرف الهدف عادة ببلش in order to study, in order to determine, to know, in order to know لحتى أعرف لحتى أدرس لحتى اكتشف أو كي لحتى أعرف. فإذا بجي بفتش كمان بالمقطع the objective is in order to determine whether water is indispensable for survival of green plants. لحتى أعرف إذا المي ضرورية لحياة النباتات الخضراء أو لحتى النباتات الخضراء تعيش. كمان بعدنا بالوان يعني pick out بعدنا عم بستخرج the sentence that shows the importance of water. بدي استخرج الجملة اللي بتدلني على أهمية المي. فإذا منجي لأول جملة water is the source of life on our planet. المي هي مصدر الحياة على كوكبنا على كوكب الأرض. So the experiment فيكم تشوفوها page 32 الـ A والـ B. Culture A watered regularly while culture B deprived of water. فإذا الـ A سقيتها باستمرار بشكل دائم بينما البي deprived of water ما سقيتها حرمتها من المي. طب ممكن هون اطلب منكم the variable factor.
variable factor هو العامل المتغير. شو اللي غيرته من بين ال A وال B؟ ال A سقيته عطيته مي، ال B حرمته من المي، معناته ال variable factor بيكون الووتر. فإذا variable factor هو العامل المتغير. analyze the given experiments، بدي حلل هيدا ال experiments. بالتحليل بدي أقول شو عندي وشو طلعت ال result. after watering plant in culture A regularly it grows long، لما سقيت ال culture A كبرت. while بينما after depriving plant B from water، لما حرمت ال plant B من المي it remains short، يعني بقيت قصيرة وما كبرت. derive a conclusion، شو بستنتج؟ we conclude that green plant needs water to grow up. فإذا لما سقيت النبتة كبرت واللي حرمتها من المي بقيت قصيرة ما كبرت. فإذا بنستنتج إنه the green plant need water to grow up. نباتات الخضرة بحاجة لمي لحتى تكبر.